كابتن علاء، الفوز لا بديل عن الفوز للهلال، ولكن لما بتكون في الموقف ده كلاعب نادي الاهلي برضه انت من جواك برغم ان ليك فرصتين تعادل ومكسب الا ان بتبقى حاطط في دماغك ان انا نازل اكسب. يعني ما فكرش في التعادل مبدئيا خالص. حصلت كتير كتير. ايه المشكله؟ بص يا ايمن، في ناس بتزعل من الكلام ده بس هي دي حقيقه. لاعبي النادي الاهلي على مر السنين عمره فكر في التعادل. صح يا كابتن. مهما كان. ولا في التقسيمه. ولا بيحب يخسر في تقسيمه، ولا بيخسر في التمرين، هو لعيبه النادي الاهلي كده. لعيبه النادي الاهلي ما بتفكرش في التعادل. خارج القاهره، في القاهره، ترتيبك مش ترتيبك، انت بتدور على فوز، والفوز مش بيجي كلام. ما دي امكانياتك كده، امكانيات لعيبتك كده، ناديك كده، الروح اللي عندك كده، الثقافه اللي عندك كده، طبيعتك كده، شخصيتك كده. الشخصيه اللي انا كنت بتكلم عليها من شويه، شخصيه لعيبه النادي الاهلي او شخصيه النادي الاهلي ما يفكرش في تعادل، هيفكر في مكسب. النهارده الناس بتقول مباراه صعبه، مباراه مصيريه، انا بقول مباراه ولا صعبه ولا مصيريه ولا حاجه خالص. النهارده مباراه على الورق والترتيب ولازم مش لازم، لكن في الملعب ممكن تلاقيها اسهل من السهوله، تعمل حاجه واحده بس النهارده، تلعب بشخصيه النادي الاهلي، بشخصيتك بس يا ايمن، مش اكتر من كده. شخصيتك وتفكيرك في المباراه، ولازم تعرف ان الفروقات كبيره جدا بينك وبين الهلال، مع كل احترام ليه، بس دي كوره. فرديا، جماعيا، انت في افريقيا بقالك كتير قوي، خبراتك كبيره جدا، خبرات لعيبتك كبيره قوي. ما فيش يعني، لما احاول اعمل مقارنه بين لعيبه النادي الهلال ولعيبه النادي الاهلي، لا الفروقات بعيده قوي، بس الكلام ده كله على الورق. المطلوب من لعيبه النادي الاهلي شخصيه النادي الاهلي تفرض نفسها في الملعب. يبان امتى الكلام ده اللي انا بقوله؟ ممكن اي حد يقوله، كابتن شريف وعادل وبلال، ان ده كلام مش جديد علينا. الملعب بقى 11 لعيب اللي هيبداوا ان شاء الله، تلعب بشخصيتك، بشخصيه لعيبه النادي الاهلي، بتفكيرك في المباراه النهارده. انا بدور على مكسب، واللي انا متاكد منه مفيش حد في جماهير، مش في لعيبه النادي الاهلي، في جماهير النادي الاهلي فكر في التعادل، النهارده فكر في مكسب، ان شاء الله مكسب حلو واداء مشرف لعيبه النادي الاهلي، وان شاء الله تعمل مباراه كويسه ان شاء الله.